السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سابر. إن شاء الله اليوم ناخذ درس جديد هو التناسب، ولكن قبل ما أبدأ بالتناسب في عندي كان السؤال اللي هو صفحة 11، اضغطوا علي بس لحظة صغيرة. السؤال لصفحة رقم 11 كان السؤال رقم 3، كان سؤال رقم 3 تتذكروا اللي هو تبع ليمون، اللي هو 3 أخماس، اللي هو 3 أخماس وقسمناها على اللي هو كم دينار، كيلو طبعا كيلو غرام، قسمناها على 3 كم دينار، اعطانيها 75 من 100 من الدينار، من الدينار بالشكل هذا. كان عندي 3 أخماس وضربت في مقلوب الكسر اللي هو صار 1 على 75 من 100، وطلع عندي 3 على 25. طلع قديش؟ انا على السريع بدي اكتب لك اياها عشان مش اضيع الوقت. 0.3 من 10، احنا قسمنا على 75 3 و75 صح لحد الان، وقسمنا على 3 و75 كمان نفس الحكي. وهون طلعت عندي الواحد، طلعت واحد اللي هو دينار. بس عندي انا اسفه جدا، غلطنا، حطينا انه 73 من اول 100 من 3 على 3، بدي اقسمها على 3 و75، حقسميها قسم طويله حنتخلص من الفاصله زي ما اخذنا بالسادس، وحنحط فوق 300 ونقسمها قسم طويله، حتطلع لنا يا مس 8 من 10 كيلو غرام. 8 من 10 طلعت عندي هون 1.25، لا طلعت عندي 8 من 10. بس هاي دبولها وشوفوها، تحبوا تعملوا سكرين الشاشة صوروها عشان تضل معها. الآن بدي آخذ التناسب. أول شيء قبل ما أبدأ التناسب، أنا هون كأني مراجع، أنا مراجع معدل الوحدة، معدل الوحدة أهم شيء، معدل الوحدة حكينا إنه معدل الوحدة لازم يكون المقام واحد بغض النظر عن الوسط، ولازم أقسم العدد اللي موجود في المقام على نفس العدد الموجود في المقام على الوسط والمقام. يعني شفتوا هون، شايفين هون؟ أنا عندي 3.75 قسمت على 3.75، ماليش دعوه بالبسط، شو البسط ما بعرف، زي ما قصد، بس بدي اخلي المقام واحد عشان يصير معدل الوحده، صح هذا الحكي اخذناه؟ طيب زي انا 3.75 ليش قسمت يمس على 3.75؟ لانه عندي هون المقام هو 3.75، إذا كان المقام 7 أقسم على 7، مقام 100 أقسم على 100، مقام 30 أقسم على 30، لكن البسط زي ما قسمت المقام لازم أقسم أي شايفينه البسط. شوفوا الأول 3 يمس، الأول 3 أنا بسرعة قسمت 3.75 على 3، لكن لا هي 3 على 3.75، هي 3 الأول، بنشيل الفاصلة، بنخلص الفاصلة بعد منزلتين. هون ما فيش امشي بعد منزلتين، بدي امشي هون كمان بعد منزلتين، ما في، حطيت صفران وقسمه طويله عاديه، بتقسمي وتحطي بتطلعي الناتج بصير 8 من 10. الان مش زي ما حكيت لك انه معدل الوحده هو عباره عن، انا لما اقول معدل الوحده 8، انا اخذت هيها معدل الوحده مس هيها اللي هي 8 من 10 على 1، هاي معدل الوحدة، صح؟ هاي معدل الوحدة، هاي معدل الوحدة هي تعتبر نسبة، صح؟ حكينا المعدل الوحدة أصلاً إيش؟ المعدل هو نفسه إيش؟ هو عبارة عن نسبة، هاي نسبة، هاي نسبة، هاي تعتبر نسبة، هاي هي معدل الوحدة. المعدل الوحدة أو التناسب، إيش معنى النسبة؟ هي عبارة عن معدل الوحدة. طيب شو معنى نسبتين متكافئتين؟ بدي اليوم اخذ، في عندي مش نسبة واحد بس، في نسبتين متكافئتين يعني متساويتين. شو يعني تكافؤ؟ تتذكروا يا مس لما قلت لكم في مثلا لو كان عندي
كنا بالصف الرابع والصف الثالث نطلع نسب مدافئة. خليكم معي مثلا انا عندي نصف وبدي نسبة متكافئة، قلت لك ممكن اضرب هاي النسبة في اثنين. في طلاب بقول لي لا يا من سنة اضربها ثلاثة، بقول لهم عادي اسفة، زي ما اضرب البسط لازم اضرب الايش؟ المقام، لازم اضرب في نفس الاعداد. ايش معنى كسر مكافئ؟ بدي اطلع كسور متكافئة. ما معنى اني بدي اطلع كسور متكافئة؟ اني اضرب البسط والمقام في اعداد طبيعية. شو يعني يا مس اعداد طبيعية؟ يعني 2 3 4 5 6 لا ما لا نهاية الاعداد، لما لا نهاية عندنا الاعداد. طيب تعالي معي يا مس، انت بدك تضربي هون في 2، هون بدك تضربي في 2، بصير 2 على 4. بقول لك هاي كسر مكافئ. بتقولي لي يا مس طيب انا بديش اضرب على، بدي اضرب في 8 مثلا، في 8 انا حره، انا نفس الكسر هذا بدي اضربه في 8. حتقولي لي يا مس استني علي شوي صغيره نحكي مع بعض. حنضرب هون في 8، حصير 8 على 16 صح ولا لا؟ هذا كسر مكافئ للنصف. و2 على 4 كسر مكافئ للنصف. طب تعالي معي على 8 على 16، بقول لك اعطيني كسر مكافئ لهذا لهاي، اعطيني كسر مكافئ لهاي. بتقولي لي ممكن اضرب في 2، بقول لك والله كبيره صح؟ احنا تتذكر لما كنا نقول اذا كان عندك كسر كبير لا تستخدم الضرب، استخدم ايش؟ استخدم الايش؟ القسمة، والقسمة تقسم على نفس العدد. ممكن اقول لك انا بدي اقسم على 2، تقولي لي عادي، بصير 4 على ايش؟ اللي هي 16 على 2 على 8. ممكن تقولي لي يا بس انا ما بدي اقسم على 2، انا بدي اجي اخذ هذا هاي اللي اعطيتيني اياها يا مس واقسمها على عدد غير 2، بقسمها على 8. انا بعرف انه هاي بتقسم على 8 وهاي بتقسم على 8 صح؟ بقول لك نعم، بقول لها نعم. 8 على 8 فيها 1 و 16 على 8 فيها 2. طلعوا النصف هيو، فعلا انا عندي اللي هي كسور نسميها متكافئة. كنت اطلع هاي الكسور يا اما بقسمة الكسور او بضربها، يا اما بقسمتها اذا كان الكسر كبير او بضربها. بس شرطي كان اني اضربها في نفس الاعداد بس والمقام. اذا بدي اضرب بالاضرب في نفس العدد، واذا بدي اقسم بدي اقسم على نفس العدد. واضح؟ طيب خلينا ناخذ امثله نشوف هذا الحكي. هاي درسي بسيط جدا، بس بدل ما اعطوني كسر واحد بعطوني كسرين، يعني نسبتين، بعطوني نسبتين. خلينا ناخذ الحكي هذا اللي بتحكي يا مس، هل هو نعم هاي هي مدخل لدرسي. اول شيء معدل الوحده عرفناه اللي هو عباره عن نسبه، وعرفنا انه اي كسر مكافئ ممكن اطلع كسر له مكافئ يا اما بالقسمه او بالضرب، ولكن الشرط الوحيد اني اضرب واقسم على نفس البسط والمقام على نفس العدد. في عندي طرق كثيره. اول شيء خليني اعرف ايش معنى نسبتين متكافئتين. خليني اعرف ايش معنى نسبتين متكافئتين. انا طبعا زي ما حكيت لك مس ما دام معاك كتابي، انا حابدا احل اسئلتي من غير الامثله اللي موجوده في كتابي، يعني قصدي المحلوله بالكتاب مش حنحلها، حنحاول دائما نحل اللي هي اسئله الكتاب اللي هي اتحقق واحل المسائل، واحنا هذا متعودين عليه. نيجي على ناخذ مثال، ايوه في اتحقق من فهمي. هي اعطيك الصفحه عشان تعرفوا احنا بنحكي على اي تحقق كثير. اتحقق من فهمي نيجي يا بس، ايوه تعالوا معايا
أول شيء أفهمك شغلة، خمسة على تتذكروا ممكن نقول نسبة خمسة إلى ثلاث، وممكن نقول النسبة أو خلينا الفاصلة عشان إنها تبين فاصلة هيك، وبدي 25 إلى 15. اطلع علي بس، اطلع علي، اطلع علي الكل معاي، انتبه علي بس. هاي هاي ممكن نقول شوفي النسبة، ممكن تقولي 5 إلى 3، ممكن تقولي 5 بدل كلمة إلى نقطتين فوق بعض 3، ممكن تقولي 25 إلى 15. تقرأ بالشكل هذا إلى، أو ممكن أخليها 5 على 3 ونقول 25 على 15. ها بعيد بس، 5 إلى 3 من الأول 5 بعدين 3، واضح؟ بعدين 25 هي الأول إلى 15 الثاني، بسميها مقدم النسبة، مقدم النسبة وتالي النسبة. هون بس مقدم طبعا النسبة، وهون تالي النسبة. الأول مقدم، ثاني تالي مقدم النسبة، وهون تالي النسبة، مقدم وتالي عندي. تتذكروا، تتذكروا النسبة المقدم والتالي اللي أخذناه بالصف الخامس والسادس. طيب تعالوا معايا نشوف، هل هاي قولي أتحقق من فهم سؤال؟ خلينا أشوف السؤال إيش بده مني، بده مني يا مس هل تمثل كل نسبتين مما يلي تناسبا؟ هل السؤال نقول له هل، شوف السؤال، هل تمثل، تمثل كل نسبتين، كل نسبتين، هاي نسبة، هاي بسميها نسبة، هاي اسمها نسبة، وهاي بسميها كمان نسبة. هل تمثل كل من النسبتين، هاي تمثل كل من ال، وحكى لي نسبتين ولا حكى لي بده اياها، ما قال لي نسبتين، هو بده اياها، هو بده اياها نسبتين. خلينا نشوف الكتاب ايش السؤال احسن لك، ما بده نسبتين يا مس، هو بده تمثل كل نسبتين بما يلي تناسبا. نسبتين، هو نسبتين هذه، على انه لازم اقول ايش نسبتين، انا بعد ما عرفنا ايش نسبتين تناسبا. اول شيء هل، هل نسبه، هاي نسبه. طيب هل تمثل كل من النسبتين، من النسبتين تناسبا؟ ايش معنى كلمة تناسبا؟ كلمة تناسبا ايش معنى كلمة تناسبا؟ يعني متكافئان، النسبتان متكافئتان، نسبتان ما هن تكون يا مس متكافئتان، وحط 20 خط، النسبتين يا مس ما هن يا مس بتكون متكافئتان، معناته انا هل يعني متساويتان، هل هاي متساويتان. تعالوا معايا، تعالوا معايا ناخذ هذا الحكي اللي اعطاني اياه، بيجي 5 على 3 هل متساويتان، هل في التساوي هذا موجود، 25 على 15، قلنا المقدم الاول بعدين الثاني، المقدم الاول بعدين الثاني، بينوا بالكم ممكن احط لك اياه مش كل الطرق. نيجي هون 5 تقسم على 5، لكن هون ما بتقسم على 5 تنضرب، بلاش نضربها. تعالوا نشوف شغله ثانيه، في طلاب بيقولوا لي بس تعال هي 15 تضربيها في 3، في 5 بتعطيني 15 وهي ب5. نعم كلامك صحيح، في طريقتين، الطريقه الاولى انك تضرب هاي في 5، ليش يا مس ضربتي هاي في 5؟ ليش ما ضربتيها في 2؟ لأن ال 15 لو ضربناها في 3، آسف، لو ضربناها في 5 حتعطينا 15، ال 5 لو ضربناها في 5 حتعطينا 25،
كأني ما عندي تناسب. لكن في طلاب بيقولوا لي بس احنا ما مش عارفين ان هذا تناسب ولا لا، بقول لي لا بديش اضرب، انا هون بدي اختصر، شو بدي اعمل؟ ابسط. هون عندي تبسيط، تبسيط احسن شيء عندي، تبسيط النسبه مش الكل بفكر وبقول لي هذا بده يطلع هيك بده يطلع هيك، بدي ابسط النسبه، هاي بقدر ابسطها، لا هاي ابسط صوره ما بقدر ابسطها. باجي هون ابسطها تقسم على ايش؟ احادها خمسه، احادها خمسه تقسم على خمسه، وين تقسم على خمسه؟ تيجي هون نسبة ثلاثه على الاسهم، خمسه على ثلاثه. الخمسة على ثلاثة كما هي، كما هي هل تساوي؟ ليش لسه بقول لك تساوي؟ الخمسة وعشرون على خمسة، شو العدد اللي بدي اضربه في خمسة اعطيني 25؟ هي الخمسة، نعرف خمسة بخمسة 25، شو العدد اللي بدي اضربه في خمسة اعطيني 15؟ هو الثلاثة. هل النسبتان متكافئتان؟ هل النسبتان متساويتان؟ نعم، معناته انا يعني بفكر بقول له بسال هل هي نسبتان؟ يعني معناته في بينهم يساوي، معناته في تناسب. في بينهم يساوي، معناته في تناسب يا مس. طيب مس خليني اخذ نفس السؤال، نفس السؤال باخذ واحدة ثانية. نفس السؤال هي عندي باخذ واحدة ثانية. معناته انا عندي تناسب. هذا السؤال ايش مكتوب عليه؟ مكتوب عليه مكتوب عليه هذا رقم اثنين. طبعا هو انه حاطط بباله انه عمل ايش؟ رقم ثلاث نفس الحكي مس، بده هل تمثل كل من النسبتين تناسب؟ يعني هل هما متكافئان؟ بالعربي هل هما متكافئان؟ حقول تتكلم علي شوية، أكتب لك إياهم الأول وبعدين نحكي مع بعض زي ما بدك. نيجي هون مس اللي هي واحد زي ما حكينا، شوفي بكتب لك إياها هيك، بكتب لك إياها هيك، بتعرفي تحطيها ككسر، بتعرفي تحطيها ككسر. نيجي على ثلاثة إلى ستة عشر. زي ما عرفنا المقدم واحد على أربعة، وهون نقدم ثلاث على الثاني 16. هل الأولى متساويات؟ تعالي معي، تعالي معي، دائما حاول تبسط. في على فكرة في كذا طريقة أنا بدي يعني أحسن طريقة أنا شفتها لك إنها بس تبسط خالص. يعني في طريقة أخرى، في اللي اخليها زي معدل الوحده، فهمت كيف؟ يعني ايش يعني زي معدل الوحده؟ هسه بشوف كيف. طيب تعالي معي هون الان، هاي ما بتختصر، الشيء الواحد ما بتختصر، طبعا الاربعه ما بتختصر، هاي بتختصر على ثلاثه، لا تختصر الا على نفسها او تقسم على نفسها، هاي تقسمش على ثلاثه. هل هاي متكافئ هاي ولا بيختصر بأي شكل من الأشكال؟ ولو ضربت هاي بثلاث، طيب الطريقة الثانية إني أخليها مثل معدل وحدة، بس بتعرفوا أحسن شيء بديش أخبطك وأعملها كأنها معدل وحدة وأعمل الكتاب طرق كثيرة، فأنا بس بكفيني إنك تختصر النسب، تختصرها وتشوف هل هي متساوية ولا لا، بس هل بدي اختصر هاي ولا بدي اختصر ولا ابسط اي كسرين او اي نسبتين من النسب اللي عندي؟ فبقول له، بقول له هون لا يساوي، بقول له بحط عليه شرطه لا يساوي، لا يساوي يعني غير متناسبه، او هل يوجد تناسب؟ لا يوجد تناسب، لا يوجد، لا يوجد تناسب، ما فيش تناسب بس. كل سهولة، كل سهولة. طيب تعالي معايا احكي معاكي كلام بسيط. نيجي يا مس لو جيت قلت لك ربع تساوي، هاي نسبة، ما انا بقول لك يساوي يعني نسبة، اثنين على ثمانية صح؟
تعالي معي. خلاص انتي هذا الحكي لنشرح. نيجي بس واحد الى اربعة مش هيك تساوي اثنين الى ثمانية. طيب تعالي معي. ما شوفي هاي ثمانية في الاخر والواحد في الاخر، ومين اللي في الوسط هون؟ هذول. بس انا بدي افهمك اياه وكفي. بس انا والله بالحال بورجيك على بسيط وسهل، ما في شيء. بس بدي افهمك، لازم افهمك انه شوفي اللي هون الان في الطرف هذا والطرف هذا بسميه الثمانية والواحد، بسميهم الطرفين. شوفي هون الوسطين، يعني هذول شايفينهم الوسطين. وضحت الحكاية؟ أنا حطيت واحد على أربعة، حطيت واحد إلى أربعة تساوي اثنان إلى ثمانية، بنزل أنا متكافئة، ضربت اثنان، صح؟ متكافئة. طيب جيت هون، طرف من الطرف هون عندي ثمانية، والطرف الآخر أربعة واحد، طرفين، هذول طرفين. طرفين النسبة. طرفين النسبة. جيت هون بالوسط. بالوسط اللي هي اثنان وأربعة. اثنان وأربعة. اثنان أربعة فبقول هذول هم الوسطين. خلص هيك؟ طيب ليش بس نشوف هذا الحكي؟ أنا والله ما بحب هم بقولوا لي عشان طلع هسه بدي أحكي لك بدي أوصل إذا ما بحب الأشياء هاي تضيع الفرق، بس بحب حلها وحلها بأسهل طريقة ممكن وحلها بأسهل طريقة ممكن. بدي آخذ أتحقق من فهمي اللي هو حاخذه طبعا هذا مش الحق من فهمي، هذا مساله بدي افهمك اياها بدل ما احط لك اي على بي وسي على دي وتقولي والله ما انا عارف البي من السي عشان اعطيتك اياها كارقام. واضح على طول فهمتك اياها كارقام اللي هي خمس صفحه 15. خلينا ناخذ مع بعض نتحقق من فهمنا. طبعا انا هون عشان هيك بطلع على الكاميرا مش مبين هون عشان انا ما بدي اياكم انكم ما تشوفوش. هون اتحقق من فهمي اللي هي صفحه 15. بس عندي سؤال، عندي يا مس في مجهول، والمجهول انا يا مس بدي اطلعه. أنا المجهول بدي أطلعه. أول وحدة في المجهول اللي هي رقم أربعة، رقم أربعة بدي المجهول عندي دي. بدي أفهمك يا ريت. خلص هيك إحنا عرفنا الطرفين الوسطين، بديش آخذ مجال اللي ما تشوفوش يعني. إيه؟ أنتوا يا عم تدوسوا سكرين الشاشة أو خليتوها عندكم كمان تشوفوها وتعيدوا. طيب أربعة بدي أخذ أربعة اللي هي دي مجهول يا مس، عندي مجهول دي سي إكس اللي بدو إياه. هو حر، هو حر. حد بقولي على خليكي معاي شوي، خليكي معاي شوي يا مس. الله يجزيك، خليكي سابع سابع. خلينا مع بعض. شوفي يا مس، حقولي لي ضرب الوسطين يساوي ضرب الطرفين. حقول لك استني شوي، والله انا بدي اياكي تحفظي، ولا بدي اياكي. انا فهمتك انه هذول هم الطرفين وهذول هم الوسطين، صح؟ الطرفين الاول والاخير، الوسطين اللي في الوسطين اللي بينهم، صح ولا لا؟ صح. طيب انا بتقولي لي والله بغلط يا مس، انا شو عرفني؟ بقول لك استني شوي، اعملي ضرب تبادلي ولا تعملي شيء. انا ما طلبت منك شيء، بسميها هاي مقص. المقص عندي هي المقص، اخذناها كثير في سادس، قلنا عندنا المقص. المقص اللي هو ضرب تبادلي، ضرب تبادلي يعني اللي هو شفتي كيف؟ بحط سهم ها
العدد واحد في خمسة والدي في 35 بس، ولا تحفظي لي طرفين ولا تحفظي لي وسطين، بس انا اعطيتك اياها عشان تفهمي ايش معنى طرفين وايش معنى وسطين بس. نيجي هون عشان اذا حدا سالني هون نضرب 35 في دي، 35 في دي حره، بتقولي لي يا مستر ليش ما اضرب واحد في خمسه عادي، بعدين حضرب واحد في خمسه، واحد في خمسه هي حتعطينا الخمسه صح؟ طيب ليش يا بس؟ انا دي انا دائما بقول لك المجهول دي بدي اياه لحالي دائما، ايش اعمل؟ هون ضرب، ايش عكس الضرب؟ بقسم على 35، وزي ما قسمت هون على 35 هون بقسم على 35، واضح الحكي بس؟ واضح، ليش بس على هون؟ 35 حتروح مع 35، تيجي عندي هون دي تساوي الخمس على خمسة تقسم، لأن الواحد ما لها أهمية، وإذا ضربت أضرب إياها وتطلع خمسة لحالها، على الخمسة فيها الواحد، على الخمس 35 على خمسة فيها السبعة اللي هي سبعة، دي تساوي سبعة. يا الحلوة مش صح؟ حلوة كثير، عادي بتصير معادلة حلوة حلها، حل المعادلات اللي أخذتها أنا بالفصل الأول. لا تقولي لي والله يا مس انت بتجيبي لي فصل اول، طب انا شو عرفني؟ لا يا مس، الرياضيات كلها مرتبطه في بعضها. طيب عندي رقم خمسه، عندي رقم خمسه، ايوه عندي رقم خمسه اللي هو سبعه ب تساوي 28 على ثلاثة بكل سهولة زي ما تعلمت يا مس، اني انا بدي اعمل المقص اللي قالت لي يا مس بسرعة، بدي اعمله بالشكل هذا وحضره البي عادي يا مس. دائما انا بحب، انا انت حرة يا مس، بحب دائما المجهول يكون الاول عادي، اذا حتى لو ضربتي هاي الاول وطلعتها كله ما في مشكلة، ما في مشكلة، بس انا دائما بحب المجهول 28 ب تساوي 7 في 3 خلاص. نيجي هون 28 ب تساوي 7 في 3 21. الآن بدي أقسم، بدي أقسم على 28. ليش يا مس بدي تقسم على 28؟ عشان أخلص من اي عدد عند المجهول، عشان اخلص من اي عدد عند المجهول عشان يروح بسرعه مع بعضه. نيجي هون ب الاول شيء بتقسم هاي 12 على، اسف مش هي 12 21 يا مس، اسف جدا، 21 يا اس يا مس 21 اسف 21 3 في 7 21 حكينا 21 ما علينا، يلا تقسم على 7 وهاي بتقسم على 7 صح ولا لا؟ انا حاطه جدول ضربي 21 على 7 فيها 3 و 28 على 7 فيها 4، جدول ضرب حافظينها حتى يمس بكل سهوله. انا حليت له السؤال تبعه وطلعت له الناتج. طيب نيجي مس على كأنه مش مبين، كأنه مش مبين عندنا هون، احاول ازرز شويه عشان يبين. البي هون تساوي اللي هي سبعة اللي هي اسفة ثلاثة على أربعة شكلها، بعدين هون عندي 28 تقسيم سبعة عشان يبين كويس لك وانت تشوف. طيب تعالي معايا نحكي ناخذ المثال الأخير عشان ننهي الحصة.
لسه احنا ما كملنا ان شاء الله، بحس الجاي بنكمل الحل او ناخذ. بس بدي اخذ شيء بسيط، انا ما بدي اشد اللي انا تشوفوا كل شيء على اللوح، ما كل شيء مش مبين عندي على اللوح. حاول الآن خلينا نمر بس الذات أو مسألة الأخيرة بس في هذا السؤال هو نفسه اللي هو أتحقق من فهمي اللي هو صفحة حكيناها 15 هو نفسه. شايفين أنا نفس الذات اللي هي بدي أطلع المجهول أو بدي أطلع اللي هو نفس السؤال رقم 3 مش 3 بس 6 لأنه أنا أسعى هو رقم 3 بالنسبة لي هو 36. هو بقول لي يا مس أحل كل من التناسبات الآتية، إيش السؤال بقول لي؟ أحل كل من التناسبات، ليش يا مس أنت بتقولي سؤال وإيش حكالي؟ أحل كل من التناسبات الآتية، شو يعني التناسبات الآتية؟ يعني في تناسب، ليش حطيت انا يساوي على طول يابس؟ لانه في تناسب، هو قال لي تناسب، قال لي تناسبات. خليني اخذ اخر واحد بالنسبه لي يابس، السؤال السادس. ايوه في شغله عشان هيك انا حبيت احكيك اياها قبل ما انهي حبيت اعطيك اياها قبل ما انهي. خليك معايا اعطيتك اياها عني، ليش؟ لانها فيها شوية شغلات اللي هي اكس الجانب عندي عادي، بس ان انا ضربت هون او ضربت هون مش مشكلة، بصير عندي هون حضرب بالشكل هذا بصير عندي 30 اكس تساوي 10. شوف العشرة مضروبة في كم؟ مش واحد بس 12 ناقص 6 الاكس. انتبه علي، في طلاب بس بعملوا لي ايش؟ في طلاب بس بيضربوا لي 10 في 12 بخلوا الاكس لحالها. لا يا مس، ال 10 مضروبه بكل يوم حطوا بقوس، ال 10 مضروبه في 12 ناقص اكس. ديري بالك عشان هيك انا حفظتك اياها اللي هي 30 اكس دائما هي بتضلها تساوي ال 10 في 12 120 صح؟ 12 7 انحط الى يمين العدد ناقص 10 في اكس 10 اكس. خلاص يا مس؟ عندي الاكس التنتين الان، الاكس كلها بحطها بطرف والعدد بحطها بطرف، كاني انا بعمل ايش يا مس؟ بعمل معادله، بحل المعادله 30 اكس هون الطرف هذا موجب بدها تصير سالب، هسه بدها تصير موجب سالب لتنتقل من طرف الى اخر تصبح موجبه تساوي 120. تعالي معي نكمل مع بعض 30 هون موجب وهون موجب نفس الاشاره بنجمع 30 و10 40 اكس تساوي 120. الان انا بعرف اني انا يا مس لازم اقسم على نفس العدد الموجود عندي المجهول، لازم اقسم على نفس العدد اللي عندي المجهول الطرفين طبعا. بقول له استنى شوي علي، راحت هاي محل بصير اكس تساوي اللي هي 120 الصفر راح مع الصفر 12 على 4 فيها 3 اكس تساوي 3. انا بدي كنت اعطيك اياها بديش ارمي نفسي الا لما اعطيك هاي الاشياء.
بس انا بدي منك بس انك تفتح كتابك وتحل لي كتاب. انا بدي كتاب التمارين بالنسبه لي دائما بدي اياك انت تتدرب. كتاب التمارين صفحه 9 بدي تاخذ لحد بدي يمس 1 2 3 و4 المفقود يمس المفقود يعني بتحط لي اي شو اسمه اي حرف من الحروف و5 و6 و6 و9 لان في اشياء بديش اعطيك اياها و10 لسه ما اخذتها و11 بس هاي نقاط اتدربتي عليها صفحه 9 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.